الأسئلة الثلاث المهمة في العصر الرقمي: إلى أين نتجه؟ إغواء الأضواء. طوال آلاف الأعوام كانت صغار السلاحف البحرية ضخمة الرأس قد اعتمدت على ضوء القمر والنجوم المنعكس على سطح الماء لتجد طريقها إلى المحيط بعد أن تفقس مباشرة. تمت هذه العملية الرائعة بنجاح منقطع النظير، إلى أن بدأت تطورات الواجهة البحرية على طول ساحل فلوريدا بتغيير بيئة وأضواء الموطن الطبيعي. بات أكثر من نصف السلاحف الصغيرة التي تجذبها أضواء المصابيح يزحف نحو المدينة في أول بضع دقائق من حياتها مباشرة نحو الطريق العام وغيرها من الحيوانات المفترسة الطبيعية، لتكون قافلة من الحيوانات المعرضة للموت كل ليلة. في محاولة لحل هذه المشكلة سن مجلس مدينة فورت لاودردال واحدا من أكثر قوانين الضوء تشددا في فلوريدا. نص القرار على إطفاء كل الإضاءة الاصطناعية بحلول 9 مساء، وفرض تعتيم على 45 ألف قدم من أملاك الواجهة البحرية. على كل حال جابها المجتمع المحلي تلك الإجراءات بالرفض لأسباب تتعلق بالسلامة والسياحة. سئل كاتب مقال في سان سانتينل: ما الذي يجب أن يحظى بالأولوية؟ إغراق أحد أحياء المدينة في الظلام أو ترك مصابيح الشارع تؤدي نوعا مهددا بالخطر؟ بقي التوتر سيد الموقف حتى 2011، حين جرى طرح مصابيح صديقة للسلاحف في الأسواق. كان ذلك حلا منخفض التكلفة، فقد صنعت تلك المصابيح الصديقة للسلاحف لتشع ضوءا بلون الكهرمان أي الأصفر، وتميزت بموجة فريدة غير مرئية لتلك المخلوقات. منذ ذلك الوقت انخفض معدل فقدان الاتجاه عند فقس البيض في فورت لاودردال من 50% إلى 0. الارتباك نتيجة عدم التركيز. نحن مثل السلاحف البحرية، ننجذب إلى الأضواء الساطعة في هاتفنا وجهازنا اللوحي وحاسوبنا المحمول وتلفازنا، في حين تصاب عقولنا وأجسادنا بالارتباك حين نفقد التركيز والإحساس بالاتجاه. نجد أنفسنا كل يوم مذبذبين بين قيمة الثقانة وكلفتها على صحتنا، إذ لا يمكن إنكار أننا في غمرة ثورة رقمية مدهشة تشكل بنحو سريع معالم الحياة اليومية، بوجود أجهزة تكنولوجية جديدة توفر الوقت وتزيد الإنتاجية والكفاءة وسهولة التواصل. يجب أن تعزز تلك الأدوات مستويات سعادتنا، ولكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها. في الواقع يتزامن توقيت الثورة الرقمية مع مستويات قياسية جديدة من الكآبة والاستياء في الحياة. منذ ظهور الحاسوب الشخصي في السبعينيات كانت معدلات الاكتئاب في أمريكا قد ازدادت 10 أضعاف، وفي العقود الثلاث الأخيرة تضاعفت معدلات البدانة لدى السكان والمراهقين خاصة 4 مرات حسب مراكز مكافحة الأمراض سنة 2012. يعمل زوجي اختصاصيا في طب المراهقين ويرى باستمرار هذه النزعة عن كثب. يدخل شباب ومراهقون حاملين أجهزتهم إلى عيادته من دون أن يدركوا العلاقة العكسية بين انخفاض نشاطهم البدني وزيادة الوقت الذي يقضونه أمام شاشاتهم. على الرغم من أن التقانة تقدم منافع كثيرة في حياتنا، إلا أن تأثيرها الضار على الصحة والسعادة غير معروف تماماً بعد. لقد قضينا 99.9% من الوجود البشري من دون تقانة عالية، ولدينا الآن بعد انتشارها الواسع الكثير لنفعله من وجهة نظر فيزيولوجية عاطفية. نشهد حالياً وفرة في الأبحاث الجديدة عن القلق المرتبط بالتقانة والتفكك الاجتماعي التي تبرر لنا التراجع خطوة إلى الخلف والتفكير بجدية بشأن ما نحن مقبلون عليه في المستقبل. يقضي الجيل الأصغر سناً 6 ساعات تقريباً كل يوم على هواتفهم، مما يغير فعلاً ربع تجارب حياتهم مقارنة بما قد عرفناه في الماضي. تصبح الأجهزة أصغر حجماً وأكثر تطوراً، فنأخذها معنا إلى غرف النوم، مما يعكر صفو وظيفة بشرية أساسية النوم.
تشرح اختصاصية علم النفس السريري أماندا غامبل أن كثيرا من الناس قد باتوا يأخذون أجهزتهم إلى السرير، هاتف على أنه ساعة منبه، أو جهاز لوحي على أنه كتاب، أو حاسوب محمول على أنه تلفاز، مما يحرم الدماغ من الاسترخاء الضروري للنوم، مثل السلاحف البحرية. تتشوش عقولنا بأضواء الشاشة الاصطناعية التي تحفز الدماغ على إبقاء الجسم مستيقظا، ظنا منها أن الضوء يعني أن الوقت نهار، مما يحدث فجوة في توازننا اليومي الطبيعي. نتيجة ذلك تنتج أدمغتنا كميات أقل من هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم النوم، مما يزيد الطين بلة. تمثل هذه المشكلة خطراً بنحو خاص على الأطفال والمراهقين الذين لا يزالون في مرحلة النمو، لأن هذا الارتباط المكتسب يجعلهم أكثر عرضة للأمراض العقلية والنفسية مثل القلق والاكتئاب والإدمان على الممنوعات والمسكرات، إضافة إلى مشكلات جسدية مثل ضعف التحكم بجلوكوز الدم وداء السكري والأرق. يقضي 95% من الأمريكيين ساعتين أو أكثر في استخدام جهاز رقمي شخصي، وقد بدأت مجموعة جديدة من المضاعفات الطبية بالظهور للعيان حاليا. يعد إبهام الكتابة إصابة جديدة ناتجة عن الإجهاد المتكرر، وهي تعزى مثل متلازمة النفق الرسغي إلى الإفراط في الكتابة وممارسة ألعاب الفيديو. أضف إلى ذلك يصاب 70% من جيل الألفية بأعراض إجهاد العين الرقمي، هذا أكثر من جيل الخمسينيات الذين كانت نسبتهم 57% وجيل الستينيات بنسبة بلغت 63%. يتحدث الأطباء أيضا عن زيادة حالات آلام العمود الفقري والتوتر العضلي بسبب ما اتفق على تسميته عنق الكتابة، التي تشير إلى متلازمة الإفراط في استخدام هذه الأجهزة. تحدث الإصابة نتيجة الإجهاد المتكرر وميل الرأس إلى الأمام ونحو الأسفل حين ينظر الشخص إلى أجهزة إلكترونية محمولة أوقات طويلة. أظهرت دراسة أجراها إيريك بيبر من جامعة ولاية سان فرانسيسكو أن 84% من الذين خضعوا للاختبار تحدثوا عن بعض الألم في اليد والعنق في أثناء الكتابة. أضيف إلى ذلك ظهرت على هؤلاء الأفراد علامات توتر أخرى مثل حبس الأنفاس وزيادة معدلات خفقان القلب. يشرح الدكتور كينيث هانسراج رئيس قسم جراحة العمود الفقري في مركز نيويورك لجراحة العمود الفقري وإعادة التأهيل أنه عندما يكون العمود الفقري بوضعية طبيعية يبلغ وزن الرأس نحو 10 أرطال إلى 12، أي كل رطل يساوي 0.4536 كيلوغرام. على كل حال عندما يميل الرأس إلى الأمام 15 درجة فقط يصل الوزن الذي يحمله العنق إلى 27 رطلا، إذ مال الرأس 45 درجة يبلغ الوزن 49 رطلا، وبزاوية 60 درجة أي 60 رطلا. يوضح الدكتور هانسراج تلك 60 رطلا من ضغط الوزن على العضلات والأعصاب التي يفترض أن تتحمل من 10 إلى 12 رطلا من الضغط، قد يؤدي مثل ذلك العبء إلى ضرر كبير بمرور الوقت. تحمل أقراص العنق هذا الثقل الإضافي بما يسبب تكنسها الباكر قبل 20 أو 30 عاما من المعتاد. قال الدكتور جيمس كارتر الرئيس السابق لمؤسسة أبحاث العمود الفقري الأسترالية موافقا على ذلك، إن عنق الكتابة قد يؤدي إلى تحدب في العمود الفقري بمقدار 4 سنتيمترات نتيجة ميل الرأس المتكرر، وأن هذه إحصائية متواضعة نظراً إلى أنه قد شهد زيادة قدرها 50% في عدد المرضى المراهقين من تلاميذ المدارس. يبدو أن نتائج تغير أشكال أجسادنا تأثراً بأدوات خارجية بعيدة المدى غير مبشرة. وجدت أستاذة هارفارد إيمي كودي أن ميل الجسم نحو الهاتف قد يوهن ثقتك بنفسك في مكان العمل، يؤذي تحدب ظهرك، وتعيق الوضعية الخطأ في الجلوس أو الوقوف قدرتك على الكلام بوضوح وحزم. بهذا المعدل تخيل ما سيبدو عليه الرسم الآتي على لوحة تطور الإنسان الشهيرة بعد 50 عاما. لن نكون نوعا يمشي منتصبا باعتدال، وإنما أشكالا بشرية محدبة الظهر تميل إلى الأمام وتمسك هاتفا خلويا وترسم على وجهها ابتسامة متكلفة
هل هذا ما نريد أن نصبح عليه؟ اختيار مغامرتنا. تتقاطع التقانة مع حياتنا باستمرار، ولا تشكل عاملا مهما في الحفاظ على صحتنا فقط، وإنما أسباب معيشتنا أيضا. على الرغم من النوايا الصادقة، إلا أن ثورة التكنولوجيا قد تركتنا أكثر عزلة وأقل استقرارا بطرق عديدة. لم يكن خبراء البرمجيات وتقانة المعلومات أكثر انشغالا من قبل في سعيهم إلى إيجاد طرق أفضل لمعالجة الكميات الضخمة من البيانات. يجد أفراد جيل الألفية، وهم مجموعة ينبغي أن يشعروا بالارتياح مع هذه التقانة، أنفسهم غالبا بمواجهة عبء رقمي كبير، في حين يشعر الآباء بالتوتر بشأن هويتهم الإلكترونية عبر الأنترنت وخصوصيتهم. لقد جمعنا بيانات كثيرة من دون أن نعرف كيفية استخدامها أو حتى إلى أين يمكن أن تصل في نهاية المطاف. لا ترتبط البيانات بحياتنا اليومية على نحو مباشر، وعندما تبرز للعيان نجد أنها مفاجأة سيئة في أغلب الأحيان، على شكل انتحال شخصية أو مشكلة قانونية. لا أعرف ماهية شعورك، ولكن ينتابني أحياناً إحساس بالحزن بشأن اعتمادنا الكلي على التقانة. لا شيء يعزز ذلك الشعور أكثر من الجلوس في مطعم والنظر حولك إلى الأسر التي يتناول أفرادها عشاءهم معاً، أستخدم معاً على نحو فضفاض، لأن ما يحدث فعلاً هو أن ترى 4 أو 5 أشخاص يجلسون إلى الطاولة نفسها، وكل منهم يأكل عشاءه بمفرده ويركز على جهاز إلكتروني يحمله بيده. كنت قد سمعت قصة حديثة العهد من مضيفة في هيئة الإذاعة الوطنية عن قيام طفلها برسم صورة أسرية يبدو فيها حاملا آيفون في يده. ضحكت امرأة أخرى قابلتها في مؤتمر حضرته من أن ابنها لم يرسم حتى وجهها في لوحة الأسرة، رسمها على أنها حاسوب محمول. كانت تلك لحظة الاستيقاظ بالنسبة إليها. عندما أقوم بجولاتي في أرجاء البلاد أرى موظفين في الصف الخلفي من قائمة المؤتمر مشغولين بالشاشات اللامعة لحواسبهم المحمولة أو هواتفهم الشخصية، ربما يدونون ملحوظات من كلامي عن السعادة. إنني متفائلة مع تطور التقانة وقبولنا هذه التغيرات من دون تردد. أشعر بالقلق من تنحية سعادتنا جانباً وتراجعها على قائمة أولوياتنا. لقد اقتحمت التقانة حياتنا في الأعوام الماضية مثل حصان بري لم يترك لنا إلا خيارين: القفز على صهوته والتشبث به بقوة، أو تركه يتجاوزنا مسرعا حتى ندرك أن هناك حبلا مربوطا بكواحلنا وأنه يجرنا خلفه بأي حال. بالنسبة إلى الذين امتطوا الحصان، يبدو أنهم قد بدأوا يدركون أن لا فكرة لديهم عن المكان الذي يقصده. لقد أرهقهم ركوبه من دون سرج. نحن عند تقاطع الطرق وبأمس الحاجة إلى سرج ولجام. كيف تستطيع السعادة مجاراة التطور التكنولوجي في حياتنا حتى إذا كنا نحب التقانة الحديثة التي تثير البهجة فينا؟ نعرف أن الوقت قد حان لتولي زمام الأمور من أجل أن نتمكن من السيطرة على السرعة والقوة الموجودة تحت تصرفنا. بالنسبة إلى أولئك الذين يكافحون للجري مع الحصان، ربما يتمنون الآن أن يكونوا على السرج مع صوت وركاب أو أي شيء يمنحهم بعض السيطرة الشكلية، لأن مهر التقانة لا يظهر أي علامة على تخفيف سرعته. حان الوقت لنختار مغامرتنا بأنفسنا. هل سنشارك في هذه الرحلة الصعبة على أننا مستهلكون مغلوبون على أمرنا؟ أو سنتولى مسؤولية الإشراف على مستقبلنا بأن نشارك في الإبداع بطريقة تتقاطع فيها تلك الابتكارات الجديدة مع عملنا وأسرنا ومجتمعاتنا؟